شرفت اليوم بلقاء سيادة رئيس الجمهورية، وأطلعت سيادته على مختلف الأنشطة بوزارة الشؤون الخارجية في مجالاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، كما أطلعت سيادته على مختلف الاتصالات التي قمت بها مؤخرا مع العديد من نظرائي وزملائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول مجمل القضايا المطروحة إقليميا ودوليا، وكذلك حول العلاقات الثنائية وكيفية تدعيمها والرقي بها إلى أعلى المراتب. وكذلك تحدثت مع السيد رئيس الجمهورية حول مختلف الاستحقاقات المقبلة، استحقاقات ثنائية واستحقاقات إقليمية ودولية، وقد كلفني سيادته بتمثيل تونس في المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده في خلال هذا الأسبوع في دولة الكويت. ومجمل القضايا المطروحة في هذا المجلس هو مجلس تشاوري، وسوف نتحاور في شأنه حول مجمل القضايا المطروحة عربيا وعلاقة بين الدول العربية ومختلف الفضائيات الأخرى. وكذلك كلفني تمثيل تونس في المؤتمر الوزاري الإفريقي المقبل، وكذلك في القمة تمثيل تونس، تمثيل سيادته في القمة الإفريقية المزمع عقدها في 5 و6 في فيفري المقبل. وأطلعت سيادته على مختلف نقاط جدول الأعمال المطروحة في هذه القمة، وأزدني سيادة الرئيس العديد من التعليمات حول مختلف المواقف التي علينا في تونس أن يعني نواصل دعمها والدفاع عنها، وهي يعني مواقف مبدئية، مواقف ترتكز على تمتين علاقاتنا مع هذه الفضاءات، وكذلك التعاطي مع مختلف المواقع ومختلف المسائل المطروحة سياسيا وتنمويا واقتصاديا واليوم كذلك صحيا والعديد من المناحي الأخرى ذات الاهتمام الإقليمي، وهو كالصحة وبالنظر إلى تفشي جائحة كوفيد-19، وكذلك المسائل البيئية. واليوم المسائل هذه البيئية مطروحة بشكل يعني كبير ضمن هذه الفضاءات. وكذلك أطلعت سيادة الرئيس على مجريات التحذير للقمة المقبلة للمحيط الواحد المزمع عقدها في فرنسا في مدينة بريست، وأعطاني سيادة الرئيس مختلف يعني قراءته لنقاط المطروحة في جدول الأعمال ومختلف المحاور التي سوف تطرح ضمن هذه القمة، وأساسها أنه المشاركة في مختلف ما يعني يتفق عليه دوليا، إلا أنه بالنظر على يعني مصالح تونس وإبقائها يعني في صلب اهتماماتنا، خاصة وأن المحيطات والبحار أصبحت اليوم كذلك محل اهتمام كبير ومناطق تنموية ومناطق استراتيجية علينا التواجد فيها ويعني الدفاع عن حظوظنا ومصالحنا ضمنها.